بعد ما عرفنا إن في أسماء إشارة اللي هو هذا وهذه وهذان وهاتان وهؤلاء، عرفنا إن دول اسمهم أسماء الإشارة للقريب، بستخدمهم لما أشير لشيء قريب. طالب قاعد قدامي فبقول هذا طالب، لكن الطالب ده لو في آخر الفصل هل أستخدم معاه هذا برضه؟ لا، لازم أميز. اللغة العربية بتاعتنا ذكية، لازم تميز ما بين الحاجة القريبة والبعيدة عشان اللي بيسمعني يبقى عارف الحاجة دي قريبة مني ولا بعيدة. فعشان كده عندنا أسماء إشارة للبعيد، بستخدمها للإشارة للأشياء الأبعد مني البعيدة جدا عني. طب إيه هما؟ عندنا ذلك وتلك، وعندنا أولئك. طيب نعرف استخدام كل واحدة؟ ماشي. أول حاجة لو مسكنا الأول نعرف إيه الفرق بينهم، قال لك ذلك عبارة عن هذا، هي نفس الاستخدام. هذا كنت بستخدمها مع المفرد المذكر، تمام، لو كان قريب. لو بقى بعيد هيبقى ذلك، ذلك طالب، ذلك فلاح، ذلك معلم، ذلك طبيب، تمام. طيب هذه كنت بستخدمها مع المفردة المؤنثة، هتستخدم في البعيد ايه؟ قال لك تلك، تلك دي الصورة البعيدة من هذه، ستقول تلك فلاح، تلك طبيبة، تلك مهندسة، تلك مديرة، تمام. طيب عندنا المثنى هذان وهاتان، ملناش دعوة بالأسماء الإشارة البعيد بتاعتكم، مش علينا. طيب الجمع كنا بنستخدم هؤلاء لجمع العاقل، في البعيد هستخدم ايه؟ قال لي عندي أختها اللي هي أولئك، نفس الشروط برضو، بتاخد جمع العاقل بس. أولئك أطباء، أولئك فلاحون، أولئك علماء، أولئك أذكياء، تمام. طيب لو كنا بنلاقي جمع غير عاقل كنا بنحط له هذه، هنعمل ايه لو بقى في اسماء الاشارة بعيد؟ هنحط تلك، هي برضو نفس الاستخدام، زي ما بدل ما كنت بستخدم هذه هستخدم تلك. طيب ندرب عشان نفهم، نشوف هنا قال لك اكمل باسم اشارة البعيد. عندي مثلا تلميذ، التلميذ ده مفرد في مذكر، ساعتها استخدم معاه ذلك، ذلك تلميذ لأنه مفرد ومذكر. معلمة هستخدم معاها، دي مفردة ومؤنثة، وبستخدم معاها تلك. جندي مفرد، فشوفوا بقى مذكر عشان ياخد ذلك ولا مؤنث عشان ياخد تلك؟ الجندي مذكر فراح حاطط له ذلك. طيب فراشة، الفراشة مفردة ومؤنثة، يبقى ساعتها هحط لها تلك. جنود جمع، فدماغي بقى مش هتروح في المذكر ومؤنث، هتروح في عاقل ولا غير عاقل؟ الجنود دول عاقل؟ حط هؤلاء. لا ثواني، هؤلاء يا مستر، احنا طالب مننا اكمل باسم اشارة للبعيد، يبقى جيب اختها اللي هي اولئك، اولئك جنود. طيب هدايا جمع، شوفوا عاقل ولا غير عاقل؟ الهدايا غير عاقل، فحط لها هذه. لا ما احنا قلنا خلاص هذه دافئ للقريب، احنا طالبين اسم اشارة البعيد، مين اختها؟ تلك، يبقى تلك هدايا. علماء جمع عاقل، يبقى جيب اولئك. سيارات جمع عاقل ولا غير عاقل؟ لا غير عاقل، يبقى هقدر احط اولئك؟ لا، اروح مدخل تلك، محدش يقول لي هذه، ايه اللي هيجيب هذه هنا؟ احنا دلوقتي في اسماء اشارة البعيد، ده بيت وهذا وهذه وهذان وهاتان وهؤلاء، ده بيت تاني، دول عيلة ودول عيلة، ما ينفعش استخدم واحد من العيلة دي عند العيلة دي، يعني. طيب مديرة مفردة ومؤنثة، فراح حاطط لها تلك. ناجحون جمع عاقل ولا غير عاقل؟ لا ده جمع عاقل، ده يبقى حط اولئك وانا مطمن. بطل مفرد مذكر والمؤنث مذكر، يبقى اقول ذلك بطل. ادوات جمع، اشوف عاقل؟ لا، يبقى خلاص اولئك مش داخله، ومين اللي هتخش بدلها؟ تلك.